راح خليك شو عشان خاطري طيب كبيرة دي ولا دي؟ طب دي متأكد؟ خلاص يا عم يلا بينا راح خليك شو عشان خاطري سلام افتح كده صح افتح بقى دي يا عم ده بطل يا عم الحته دي كبرت ولا دي والله طب افتح كده نشوف يلا افتح كده يا عم بسم الله شوف على مهلك يا صاحبي خلاص واحدة واحد اثنين ثلاثة واحدة واحدة يا عم خلاص طلعت يا عم اهو يا عم المشكلة يلا في حتة ثانية ديت ستان تعالى كده وانا غيرت لنا فيك ودي الجزء طلع اهو ده اللي كان في الخراب الناحية التانية يلا أصل لسه الحتة اللي جوه أنا بقول يا دكتور يعني من المفروض الدرس